انت البطلة وانت الاساس وانت الحدوتة، احكي حكايتك. دكتور سيد الاخرس. انا كان عندي الم وكنت يعني بعتقد الم طبيعي، وكنت الم دورة شهرية بتعبني 3 ايام انا في الفراش ومش قادرة اوقف اخذ مسكنات، وكان عندي انتفاخ ووجع في البطن في الحوض في الكلى، انا كنت بعتبره اعتيادي الم دورة. راجعت الدكتور قال لي مرض في الكلى، انطوني علاج شهرين مفيش تحسن. رحت دكتور ثاني قال لي مفيش حاجة في الكلى، انت عندك مرض نسائي كيس الرحم. رحت النسائي انطاني علاج، الكيس ازداد صار كان 6 × 8 سنتيمتر. قال لي مفيش حل، لازم عملية لان كيس تنفجر. عملت عملية قصرية، شالوا لي الكيس نظفوا، ورا شهرين ونص هم رجع الكيس. شهر على اليمين المبيض الأيمن، شهر المبيض الأيسر، دي حالتي. بعد كده راجعت دكتورة ثانية قالت لي في التصاقات دورة شهرية انقطعت، أعطوني علاج قطعوا دورة شهرية 6 شهور على أساس اتحسنت في تحسن أعمل حقن مهري. مفيش، قالوا لي ما يصحش لأن عندك أكياس. رجعت دكتور تاني في العلاج قال لي نفس الحال، قالت لي انت عندك التصاقات بدي اعمل لك منظار. عملت منظار بطني حتى تتاكد في انابيب انسداد في قناه الفالوب ام لا. عملت المنظار قال لي ما فيش انسداد في قناه الفالوب، فقط في التصاقات داخل الرحم. عندك مرض بطاطا رحم مهاجر حاله الاولى ستيج 1. بقيت على هالة دي ورا 6 شهور راجعتها قالت لي لا ازدادت المرض، المرض وصل لأمعاء، هنعمل لك عملية. عملت لي عملية القيصرية وعلى أساس بعد عمل القيصري هأمن حقن مجهري وما فيش فايدة، هم رجع للمرض وهم انتفاخ وألم. راجعت دكتورة ثانية قالت لي أنت بطنك نظيف مفيش اي حاجة، مفيش كيس مفيش اي حاجة، يمكن يصير حمل طبيعي. عملت التحاليل بعد كده قالت لي مفيش حمل طبيعي، مش حينفع حمل، هتعملي حقن مجهري. عملت الحقن المجهري ومفيش فايدة. رجعت الهند سنة 2017، رحت الهند قالوا لي انت اشعة لازم تعملي اشعة. عملت الاشعة قالوا لي في انسداد في قناة الفالوب، قناة فالوب منسد تماما، مفيش أمل بيكون حمل طبيعي. أفتي الدكاترة مفيش تحسن، المرض يزداد. ما راجعتش الدكاترة وجيت مصر، قال لي هنعمل لك عملية منظار رحمي وبطني وعملية مثانة، لي عندك التصاقات وحوض متجمد تماما. وعملت العملية الحمد لله. بعد المنظار صلح لي القناة الفالوب والبطن الحمد لله، مفيش التصاقات، مفيش مرض بطاطا رحم مهاجر، وشال لي زيادة دودية إن شاء الله. قال لي من 3 شهور في 6 شهور احتمال في يصير حمل طبيعي. أي وحدة تحس بألم في دورة شهرية لازم تراجع، ما تنتظرش تروح تكشف عند الدكتور، ما تنتظرش حتى لو كانت بنت.